الاتفاق الاتحاد عفوا الذي عسكر في الإمارات مؤخرا عاد من معسكره بالأمس. المفاجأة، تفاجأ اللاعبون بالأمس باستقبال جماهيري كبير وتحفيز للجماهير وتشجيع، ربما فاجأ حتى اللاعبين الذين عبروا عن مفاجأتهم عبر تصريحات اليوم بثها المركز الإعلامي. كاميرا الملعب تواردت في استقبال الاتحاديين ولقنت الصورة، نتابع. الملك واسيا واسيا ان شاء الله الجاي اتوقع يكون في جمهور. ايوه يا ابو هذا الاتحاد يا ابو تاريخ جمهور، ونجيب كاس الملك ونجيب كاس اسيا، ومن الساعه 9 حضور جمهور هنا، باقي ربع ساعه ان شاء الله يا رب. جمهور الاتحاد باي مكان يكون موجود. جرب انت تعال مدرج يوم هتيجي من الساعه الظهر صدقني، لان اللي يقول لك القرني ايش يقول، من حب الاتحاد حبه والله مشكله. والله يا اخي روح اللعيبه صراحه، انا شفت تمارين عبر الصور وفي لعيبه يعني متواصل معاهم، ويعني يقولوا لي يكلموني يعني ما شاء الله الروح ما بعد فرق المعسكر. والله اكيد اكيد فرق، يعني 10 ايام اكيد فرقت عارف كيف، وان شاء الله باذن الله احنا نحضر الموسم الجاي. هذا الموسم ما نبغى اي حاجه. انا استغرب الجمهور يقول لك اسيا لنا والملك لنا، مع احترامي الاتحاد هذا الموسم اسوء موسم له يمكن من 20 سنه ماضيه. لا نطالب الاتحاد باي حاجه، احنا بس نطالب بناء فريق الموسم القادم. لا تقول لي كاس ملك، لا تقول لي كاس، تكلم بمنطق، تكلم تكلم بمنطق، تكلم بعقل. تعرفه؟ ايوه اعرفه. فانا استغرب صراحه اللي بيصير من جمهور الاتحاد قبل شوي يقول ياسر لنا، معلش ايش ياسر لنا؟ الاتحاد في عز مستوى 2009 ما جابها، يعني كنا كويسين ما جابها. المدرب الجديد هذا صح انه مغمور، لكن مدرب جاي الاتحاد يبغى يثبت نفسه، توصل من جوارديولا، هذا الشيء يثلج الصدر شويه، الناس كلها تقول ابن داخل ابن داخل ابن داخل، معلش ابن داخل يد واحده ما تصفق. ابن داخل كان معتمد على امال وناس تدعمه، هذول الناس تخلوا عنه، ايش ذنبه؟ انت تشجع؟ الاتحاد تنهزمه بس تنهزمه؟ ما تفوزوا صرتوا؟ الا متى فزتوا؟ شوف نسيته، ما تفوزوا، فوزوا زمان. مين تعرف في الاتحاد؟ نور. محمد نور؟ ايه. هتجيبوا كاس؟ ايه. طب قول لي يلا جيب كاس. تعرف تغني الاتحاد؟ طب قول لي محمد نور جيب الكاس. محمد نور جيب الكاس. فريق وضعه سيء بس استقبال جمهور اكيد يعني هذا توقعت؟ والله ما توقعت اقسم بالله. الحمد لله. وان شاء الله زي مهرجان ان شاء الله راح نبقى في الملعب ان شاء الله. اسامه اسامه. كنت متوقع الجمهور يحضر كذا بصراحه. يعطيهم الف عافيه. كيف الاخوي؟ الحمد لله على سلامتك. كيف كان معسكر؟ والله الحمد لله معسكر ناجح والله، وان شاء الله باذن الله حيبان في المباريات الجايه. صفحه جديده الجمهور يقول. ان شاء الله صفحه جديده ان شاء الله، ونوعدهم ان شاء الله بنتائج حلوه ان شاء الله. محمد ماذا يحدث في الاتحاد؟ يعني الاتحاد حالة خاصة، جماهير وجماهير الوفاء بس اليوم بالذات مفاجأة بصراحة. هذه يعني رسالة يوجهها جمهور الاتحاد للاعبيه. أولا الأداء الباهت اللي قدمه خلال الفترة الماضية يفترض أن يبتعد عنه. نعرف أن المعسكر اللي يقيم في جبل علي يعني كان يفترض يقام في ظل الأوضاع الاتحادية بصراحة، إشراف إداري جديد في الكرة، لاعبين أجانب جدد، مدرب جديد لا بد أن يتعرف على الفريق، وأيضا مقبل الفريق على بطولة آسيوية ولذلك وكأس الملك. كل هذه يعني تتطلب أن الاتحاد يبدأ باستعداد آخر غير الذي كان عليه في الأيام الماضية. محمد طبعا شكرا لزميلنا عمار بحكيم اللي كان في الاستقبال، واللي يقول أنه مطار جدة تحول إلى يعني مدرجات الاتحاد في ملعب عبد الله الفيصل، أشبه ما يكون بمدرج، مؤازرات، تشجيع، هزيج اتحادية، شيء غريب حقيقة. محمد الصدعان كيف يعني تنظر لهذا المشهد؟
جزء من ما يحتاجه الاتحاد في الفترة الحالية هو تكاتف الجميع. نعم. وقفة الجمهور في هذا التوقيت مهمة جدا، خصوصا بعد فترة التوقف، ومعسكر يعول عليه الجمهور بأنه الفريق يعود إلى إنجازاته وإلى عطائه وإلى لملمة الشمل مرة أخرى. نعم. اتحاد فريق كبير نحتاج رجعته إلى الدوري والمنافسات مرة أخرى. نعم.